حتى قبل أن تنقضي الدقيقة الأولى من زمن هذه المباراة. سنعود إلى مباراة تونس هنا الهدف الوحيد لمنتخب زامبيا، الهدف الذي جاء في الدقيقة 28 عن طريق راينفورد كالابا. هنا كانت تتقدم زامبيا بهدف لا شيء برقصات زامبية خاصة، لكن في مباراة أخرى مباراة قمة هذه المجموعة مباراة الفريقين اللذين توقع كثير